نحب نستدعيكم الشيخ مصطفى. صحة حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، أشركم فيكم أخفى من دبيب النمل والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لأشرك أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على شيء إذا فعلته ذهب عنك قليل وكثير؟ قال: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما أنا أعلم. ضعيف الإسناد، وأخرجه ابن السني في كتابه عمل اليوم والليلة، هو ضعيف.